يصحش نيجي في الأزمة ونكش، ما يصحش أبدا نتخلى عن جارنا في دقيقة أو علة، ما يصحش أبدا نتخلى عن جارنا في دقيقة أو علة، ولا بد إننا ناخد يده على قد ما نقدر ونساعد. صح وما يصحش، صح صح لي صح صح، شوف إيه ما يصحش يا صاحبي يا صاحبي وصحح. صح وما يصحش، صح صح لي صح صح، شوف إيه ما يصحش يا صاحبي يا صاحبي وصحح. صح صح لا 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 ما يصحش، صح صح لا 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 ما يصحش، ما يصحش. صح صح يا صاحبي وركز لي، صحين صحابي وصحباتي، ده انا كل صباح الخير، صباح الخير. اهلا يا استاذ صالح. صباح الخير يا استاذ امين. صباح الخير يا استاذ سعيد. صباح الخير. لابد ان المرتب معك. اين؟ هاته بسرعه، انا مستعجل. هاته بسرعه، انا مستعجل. على مهلك يا استاذ سعيد. ايه الدنيا طارت؟ اسمع قسما عظما، لا احد يقبض قبلي، قبضني انا الاول. هاته هات. تفضل يا سيدي. نقود نقود. يا جمال النقود، يا حلاوة النقود، يا جمال النقود، يا ليلي يا ليلي. يا عيني يا عيني عليك يا استاذ سعيد. وقع بإمضائك هنا. ليتني أقبض كل يوم، ولا مانع عندي من أن أوقع. يريد أن يقبض كل يوم. من يسمعه يظن أنه يموت نفسه من الشغل. تفضل يا أستاذ أمين، وقع بإمضائك هنا لو سمحت. شكرا. تفضل يا سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامة. أنست وشرفت، تعال كل يوم. أستاذ أمين. نعم يا أستاذ سعيد، نعم. هات. ماذا تطلب؟ 10 جنيهات. لماذا؟ سلفة أخوية. سلفة؟ أنت هلا قبضت المرتب. نعم 70 جنيها، وأنا محتاج ل80. ومحتاج 80 جنيها لماذا إن شاء الله؟ دعوت مجموعة من أصدقائي على الغداء، كانوا دعوني الشهر الماضي، فقلت أرد لهم الدعوة هذا الشهر. أمرك عجيب يا سيد سعيد. تصرف مرتبك كله في يوم واحد، وتستلف وتقعد بقية الشهر تغني ظلموه. يا سيدي احيني اليوم وموتني غدا، من منا يضمن أن يعيش بقية هذا الشهر؟ وافرض عشت ماذا نعمل؟ لابد سأستلف منك 30 أو 40 جنيها أقضي بها بقية هذا الشهر. لا يا حبيبي، 10 جنيهات فقط. وتردها من مرتب الشهر القادم. تفضل. طبعا طبعا إن شاء الله، ده إذا عشنا. خفضي صوتك يا هناء، ماذا تعمل عندك؟ أصل اليوم أول الشهر. أول الشهر؟ من عارف؟ والله ما أنت عارفة حاجة خالص. فهمت، حضرتك بتتسمع مناقشة بابا وماما لتطمئن على مصروفك، أليس كذلك؟ أيوة، أصلي طلبت من ماما تقول لأبي يزود لي المصروف، وأريد أن أعرف إذا كان بابا يوافق أم لا. الأولاد الذين عندهم أخلاق لا يتجسسون على أحد. وهل بابا احد؟ انه بابا. عيب يا عصام، تفضل على حجرتك، ولما ماما تعطيك المصروف ستعرف اذا كان بابا وافق ام لا. حاضر يا ستي. هناء. نعم. على فكره انت عقد. تفضلي يا عنايات، هذا ايجار الشقه وهذا ظرف للايجار. ما هذا يا عنايات؟ كل هذه اظرف. أنت عارف يا أمين أنا ست منظمة، هذا ظرف
للإيجار، وهذا للبواب، وهذا للأكل، وهذا للنور. وبهذا الشكل تكون ميزانية البيت مضبوطة ومنظمة. برافو عليك يا عنايات، يعجبني فيك أنك ست مدبرة. قل لي أمين، بقي معك كم؟ بقي 20 جنيها، 15 مصاريف جيبي و5 مصاريف للأولاد. يا خبر، 20 جنيها فقط؟ أكيد في غلط في الحساب. لا، 10 الباقية استلفها الأستاذ سعيد زميلي في الشغل. والأستاذ سعيد يستلف 10 جنيهات بأي مناسبة؟ هذا رجل ليس عنده أي مسؤولية، لا زوجة ولا أولاد ولا مصاريف مدارس ولا أي شيء. أهو استلفها وخلاص. وبصراحة يا عنايات أنا انكسفت أقول له لأ. شيء غريب، موظف يستلف على مرتبه أول يوم في الشهر. أنا معك أنه إنسان مسرف، لكن هذه مشكلة. أنا وعدت عصام أن أزود له مصروفه هذا الشهر. وهذه الزيادة بأي مناسبة يا عنايات؟ إن شاء الله. غير معقول، أيضا لا يكفي. مضت ساعة وأنت تعد المصروف، خفض صوتك حتى أذاكر يا أخي. حاضر يا ستي. سكت، تفضلي ذاكري. الله، ماذا يا عصام؟ مالك؟ لا شيء. لماذا تخبي على أختك حبيبتك؟ تكلم، قل لي ماذا يضايقك يا أخي؟ يعني لو قلت لك تحلين لي المشكلة؟ طبعا لو أقدر أحلها من غير تردد. ممكن تعطيني مصروفك هذا الشهر؟ لماذا وأنت أخذت المصروف من ساعة واحدة مع الزيادة التي طلبتها؟ أصلي وقع في مشكلة كبيرة جدا، وحتى أحلها لابد أن يكون معي مصروفي ومصروفك. تفضل، ها هو مصروفي. متشكر، متشكر جدا يا أختي يا حبيبتي. لكن ما هي المشكلة؟ من يعمل الجميل يعمله ولا يسأل. على رأيك. طبعا أن تقولي لأبي أو أمي. ها؟ وأقولها بأعلى صوتي في الشاركة وسأفضحك. عم خليل، عم خليل، أبوس يديك، وطي صوتك، أستر علي حتى لا يسمعك المدير. أريد أن يسمعني، أنا أريد المدير أن يسمعني. حق عالم، قوت أولادي. لا 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 لا. حق عالم. ماذا حصل؟ ماذا يا عم خليل؟ صوتك واصل الشارع. الحقنا يا أستاذ أمين، أنت وحدك الذي تستطيع أن تأخذ لي حقي من هذا الأستاذ. قلت لك غدا يا رجل، غدا. أنت لا تفهم؟ لحظة من فضلك يا أستاذ سعيد. يا عم خليل، لماذا أنت غضبان؟ هذا الأستاذ الذي أمامك منذ 3 أشهر وهو يسحب مني شاي وقهوة وقرفة وجنزبيل ونقود، وكلما طلبته بالنقود يراوغني، يقول لي غدا، الأسبوع القادم، أول الشهر، والآن لا يريد أن يدفع. هذا الكلام صحيح يا أستاذ سعيد؟ وهل يستطيع أن ينكر؟ أنا سأشتكيه لسيادة المدير، سأرفع عليه قضية. لا قضية ولا حاجة، الحكاية لا تستحق يا عم خليل. خذ 5 جنيهات وإن شاء الله أول الشهر سأحصل منه بقية المبلغ. سأنتظر لأول الشهر من أجل خاطرك يا أستاذ أمين. شكرا. مدام ما معاكش ما تطلبش، وعلى رأي المثل اللي معهوش ما يلزموش. رجل ما عندوش إيه؟ ما عندوش بن. أوه، بيحسب. رجل ما عندوش دم. هو اللي ما عندوش دم. يا أخي أنا مندهش. عليك ديون وتعمل عزومة تصرف فيها مرتبك كله، هذا تصرف ناس عقلين. يعني أنا عبيط؟ وليس عندك كرامة أيضا. تستلف من الساعي والمفروض أن يحترمك، لكن حبك للإسراف وعدم وفائك برد الدين جعلاه يعلي صوته عليك. يا سيدي لا تهتم، عم خليل رجل حبيبنا، كلها 29 يوما وأقبض مرتبي وأرد لك أنت وهو الديون. تشرب شاي؟ لا شاي ولا قهوة. لا تخف، على حسابك. هو اللي ما عندوش بن. لا دم. أيوة أيوة أيوة، حاضر. مساء الخير.
مساء النور يا أشرف، كيف أنت يا حبيبي؟ الحمد لله. يا ترى عصام موجود؟ نعم يا حبيبي، ادخل له في حجرتي. مساء الخير. مساء النور. والدك يا أشرف؟ والدي، هل حضرتك لا تعرفينه؟ الحقيقة لم أتشرف بمعرفته من قبل. ولا أنا. عصام، عصام. أي خدمة؟ أنا مندوب عن رئاسة الحي، جئت لأتكلم مع حضرتك في موضوع مهم. تحت أمرك. ها، ما رأيك؟ أليس مثل الطوق الذي رأيته عندي؟ متشكر، متشكر جدا يا أشرف. وها هي النقود. لكنك لم تقل لي ماذا تعمل بالطوق؟ أنت غير مشترك في حمام سباح، وأيضا لا تذهب إلى مصيف. لا يهم، المهم أن يبقى عندي حاجات مثل التي عندك بالضبط. ما رأيك أن أبي وعدني أنه سيشتري لي بعد غد بندقية صيد؟ ياه، بندقية صيد مرة واحدة؟ نعم، حتى نسافر إلى البلد في الإجازة وأصطاد عصافير. والله فكرة. إياك تقول لي إنك تريد بندقية مثلها. ولما لا؟ أنا أيضا أحب صيد العصافير. ولكنكم لا تذهبون إلى الريف. لا يهم، المهم أن يكون عندي بندقية صيد مثلك بالضبط. أتعرف كم ثمن البندقية؟ كم سيكون ثمنها؟ 3 أو 4 جنيهات. هاي 3 أو 4 جنيهات؟ ماذا يا عم؟ على الأقل 150 جنيها. ها؟ تقول كم؟ ماذا يا سيدتي؟ المبلغ كبير؟ الحقيقة يا أستاذ أنت فاجأتني. أنا أرى أنها مفاجأة لطيفة. هي فعلا شيء جميل. أنتم تصلحون الشارع من الحفر وتزرعون فيه شجرا وبالمجهود الذاتي دون أن نحمل الحكومة أعباء جديدة. فعلا، المفروض أن يشارك الناس في تجميل الأحياء التي يسكنون فيها، وأنا شخصيا ليس عندي أي مانع. ولكن ماذا يا سيدتي؟ للعلم سكان الحي متحمسون جدا للمشروع، وقد قاموا بدفع المبلغ المطلوب دون تردد. ماما لو سمحتي. عن إذنك لحظة واحدة. تفضلي يا سيدتي. تعالي تعالي. إيه يا هناء، ألا ترين أنني أتكلم مع الضيف؟ ماذا تريدين؟ أريد أن أقول أن مشروع تجميل الحي مشروع عظيم، ولا بد أن نساهم فيه بأي طريقة. يا حبيبتي أنا لم أعارض، ولكنه طلب 20 جنيها ولم أعمل حسابي. أنا عامل حسابي، معي 15 جنيها ادخرتها من مصفوفي. معقول يا هناء؟ معك 15 جنيها؟ أنت وبابا تحضراني لي كل شيء، والمصروف نأخذه للشراء أي شيء آخر، وأنا والحمد لله لا أحتاج لشيء أبدا. عندك حق يا حبيبتي. من فضلك يا أمي ومن أجل خاطري، خذي النقود لتكملي ما معك ونساهم في تجميل الشارع. من أجل خاطري يا أمي، من أجل خاطري. موافقة يا حبيبتي. صحيح يا هنات، احكي لي. ها، وبعد؟ أعطيته النقود وأخذ يشكرني كثيرا. هذا أحسن خبر سمعته في حياتي. لكن لا تجعل هذا الخبر الحلو ينسيك ما عملته هناء، فلولا مساهمتها ما ساهمنا في هذا المشروع العظيم. إن ما عملته هناء معناه أنها بنت عقلة، تعرف قيمة النقود وتقدر أن تحافظ على المال كأمها. اكفي القدر على فمها تطلع البنت لأمها، ولهذا لابد أن نشجعها ونعطيها مكافأة. ما هذا الذي في الظرف يا هناء؟ هل سترسلين نقود لأحد؟ لا يا عصام، هذه المكافأة التي أعطاها لي أبي لما عرف أنني أوفر. ونوي توفير هذه المكافأة أيضا؟ طبعا، أم تظن أنني سأصرفها؟ يعني أقصد يعني مثلا لو أخوك حبيبك وقع في مشكلة ويحتاج لهذه المكافأة ليحل المشكلة، ماذا تفعلين؟ أنت ما حكيته، كلما رأيت معي النقود
هكون لي اخوك حبيبي وتطلع بمشكله وتاخذها مني؟ هكذا يا انا في يدك حل مشكلتي وتتركيني؟ قولي انك لا تحبي الا نفسك فقط، قولي. تبكي يا عصام؟ خلاص خلاص، اما اقول ان اراك في مشكله ولا اقف جانبك؟ لو اعرف من اين تاتي مشاكلك. تفضل حل مشكلتك. مشاكل جدا يا اختي يا حبيبتي. الا تقول لي هذه المره ما هي المشكله؟ قلت لك الذي يعمل الجميل يعمله ولا يسأل. ما هذا؟ جنيهات فقط؟ كنت أحسب 10. 10؟ يا سلام. تفضل يا أستاذ أمين. ماذا يا عم خليل؟ طلب إجازة أرسله الأستاذ سعيد لتؤشر عليه بالموافقة. الأستاذ سعيد مريض؟ هذا خبر مؤسف. هو فعلا خبر مؤسف. لو ذهبت ورحت تزوره فكره بدين الذي عليه. أي دين يا عم خليل؟ وهل هذا وقته؟ اسمع، لابد أن نروح نزوره ونطمئن عليه. نروح نزوره نطمئن عليه، وبالمرة نطمئن على نقودي. جنيهان فقط؟ نعم جنيهان فقط، هذا ما قدرت عليه. ولكننا لم نتفق على هذا. أنا قلت لأبي أن أشتري لك بندقية مثل بندقيتي، عندما قلت لي أنك ستعطيني كل شهر 20 جنيها. يا عبيد، أنا سأعطيك الشهر القادم 40 جنيها مرة واحدة. لا يا عصام، أنت غير صادق. ألا تصدقني يا أشرف؟ لا أصدقك، هات البندقية. مهلا يا أشرف. قلت لك هات البندقية. ما هذا؟ أنتما تتخانقان؟ شايفة يا هناء؟ قولي له يعطيني البندقية. أي بندقية؟ أنا لا أفهم شيء. ليس من الضروري أن تفهمي، هذه مشكلتي وسأحلها بنفسي. هكذا؟ إذا سأشكوك لوالدتك. انتظري يا أشرف، فهموني يا جماعة، أي بندقية تتخانقان عليها؟ ماذا حصل؟ سلامتك يا أستاذ سعيد، ألف سلام. متشكر جدا يا جماعة، لم يكن ضروريا أن تتعبوا وتحضروا إلى هنا. لا تقل هذا يا سعيد، هذا واجب والناس لبعضهم. ولكن الذي أتعجب له، كيف تكون مريضا بهذا الشكل ولم تحضر طبيبا حتى الآن؟ طبيب إيه يا عم خليل؟ طبيب إيه؟ الطبيب لازم له نقود للكشف والدواء. وقطعا ليس معك نقود يا سعيد. من أين يا أستاذ أمين؟ من أين؟ أنت عارف قصة الدين الذي علي. نعم نعم نعم، 30 جنيها لي وخمسة للأستاذ أمين، فاكرهم طبعا. أي ديون يا عم خليل؟ ليس هذا وقت الكلام في الديون. أنا أذكره فقط ليحافظ على نقودي ويفكر في نفسي. عندك حق يا عم خليل، لو كنت وفرت لك قرشين يا سي سعيد وعملت حساب للزمن ما حدث لك ما أنت فيه، رحت مبعثر نقودك على العزايم والمظاهر الكذابة، لم تفكر أن القرش الذي لا تحتاجه اليوم قطعا ستحتاج له غدا. نعم، وعلى رأي المثل القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. خلاص خلاص يا جماعة، لقد تعلمت وعرفت غلطتي ولن تتكرر. ادعوا لي أقوم بالسلامة. إن شاء الله ستقوم بالسلامة وستشفى وستذهب لتقبض مرتبك وتدفع الدين الذي لي، أليس كذلك يا أستاذ أمين؟ إيه يا عم خليل؟ ما هو رجل ما عندوش إيه؟ دواء. كيف تكتمين عني يا هناء موضوعا كهذا؟ وما ذنبي؟ هل كنت أعرف إنه يأخذ من النقود ليشتري بها لعبة ليس لها فائدة؟ طوق وبندقية، الناس تشتري أشياء تستفيد منها ولا تبعثر نقودها. على العموم أنا أخذت منها البندقية ورجعتها لأشرف واعتذرت له. لا يكفي هذا، لابد أن يعاقب على تصرفاته المتهورة.
ماذا لو أن أشرف ترك له البندقية واضطررنا أن ندفع ثمنها؟ ويجوز أن بابا لم يكن مستعدا لمبلغ كبير بهذا الشكل. لهذا لابد أن يعرف والدك بهذا الموضوع حتى نتدبر أمر هذا الولد. ما رأيك؟ أنا جاءتني فكرة تجعل عصام يعرف قيمة النقود ويحافظ عليه. فكرة؟ أي فكرة؟ فكرة جميلة حقا. يعني مقتنع؟ جدا، لكن لماذا لم أعرف هذا الموضوع من قبل؟ وها أنت قد عرفت يا أمين. عصام يتصرف مثل الأستاذ سعيد بالضبط. الآن عرفت لماذا سعيد لا يحافظ على نقوده ويصرفها بمنتهى السهولة ويستلف. لماذا يا أمين؟ لأن سعيد لا يعمل، طول النهار يقرأ الجرائد، وآخر الشهر يقبض المرتب، والنقود التي تأتي بسهولة تضيع أيضا بسهولة. طبعا يا أمين، الإنسان الذي يتعب ويعرق من أجل النقود يحافظ عليه، ولا يمكن أن يصرف قرشا واحدا إلا في مكانه. من أجل هذا لابد أن ننفذ الفكرة التي قالت عنها هناء. حضرتك ستمنع المصروف يا بابا؟ ما السبب؟ لأن ماما تعبت من شغل البيت، وأنا مضطر أن أحضر لها شغالة تساعدها، والشغالة طبعا ستأخذ أجرا، ولهذا سأوفر مصروفكم. ماذا قلتم؟ أنا لازم أخذ مصروف. ولازم لماذا؟ أنت ناقصك حاجة؟ لا هناء، أنت موافقة على أن تحرمي من المصروف؟ ها؟ أنا شخصيا لا أوافق. أنت تعرف في أبي أن المصروف بالنسبة لي مهم جدا لأني أوفره. أنا ليس عندي استعداد أن أتنازل عن المصروف. هناء تكلمي، قولي حاجة، المصروف سيجوه منا. ماذا قلت؟ موافقون على هذا الاقتراح أم لا؟ أنا عندي اقتراح ثاني يا أبي. اقتراح ثاني؟ تكلمي، اسمع يا أبي اقتراح هناء. تفضلي اقترح. ما رأيك لو أنا وعصام ساعدنا ماما في شغل البيت ولا داعي للشغال؟ ها؟ ماذا تقولين؟ لا أنا غير موافق على هذا الاقتراح. هذا هو الاقتراح الذي فكرت فيه؟ والله أنا شايف إنها فكرة معقولة، وبهذا أستطيع أن أعطيكم المصروف وأزوده لكم أيضا. يعني لا يوجد حل آخر؟ هذا هو الحل الوحيد، موافقون أم لا؟ ها؟ ماذا قلت يا عصام؟ ها؟ موافق. منك لله يا هلا. الله الله، حضرتك جالس هنا وتترك الصحون التي تغدينا فيها من غير غسيل؟ أنا خلاص ظهري انكسر 20 يوماً وأنا أكنس وأمسح وأغسل صحون، نحضر شغالة أحسن. أنت شايف هذا؟ يعني عندك استعداد أن تتنازل عن المصروف؟ ها؟ أتنازل عن المصروف؟ لا، كله إلى المصروف. أين الصحون؟ تضحك يا أمين، ما رأيك أن الولد صعب علي؟ خلاص يا ستي هانت، كلها يومين وأعطيه مصروف الشهر الجديد ونرى كيف يتصرف. وإذا لم تنجح الفكرة؟ سنستمر شهرا واثنين وثلاثة إلى أن يشعر بقيمة النقود ويعرف كيف يتصرف في المصروف الذي أعطيه له من تعبي وعرقي. يا رب يا أمين، يا رب الفكرة تنجح. بعد التحول الذي حدث للأستاذ سعيد في سلوكه وتصرفاته، وبعد ما شاف بنفسه نتيجة الإسراف وعدم التدبير، لابد أن الفكرة ستنجح. على فكرة يا أمين، ماذا حصل للأستاذ سعيد؟ أفتح علي مرزق كريم، أعمل لك واحد شاي يعدل مزاجك؟ لا لا أريد. طيب فنجان قهوة بني تقيل سكر زيادة؟ لا 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 لا، أنت أخذت نقودك وانتهينا. حصل أخذتها. اتفضل من غير مطرود، ويكون في معلومك لن أشرب غير فنجان قهوة واحد في اليوم، ولا أقول لك لا شاي ولا قهوة، لأن الشاي والقهوة مضران بالصحة. سبحان مغير الأحوال، راجل ما عندوش إيه؟
فلوس. فكرنا عبيط؟ تريد أن أضيع مرتبي على القهوة والشاي والعزايم والكلام الفاضي؟ تريد أن أبقى مبذرا؟ ألا تعرف أن المبذرين إخوان الشياطين؟ يا ساتر، أخيرا أخذت المصروف. ماذا ستعمل بمصروفك هذا الشهر يا عصام؟ ماذا سأعمل؟ سأصرفه طبعا، لكن أنا عندي مشكلة ولا أعلم إذا كنت ترضى أن تساعدني في حلها أم لا. ها؟ مشكلة؟ نعم، أنت لما كان عندك مشكلة وقفت بجانبك وساعدتك. ما قصدك؟ تكلمي. أنا أختك، حبيبتك. اختصري، هاتي من الآخر. ممكن تعطيني مصروفك أكمل به مصروفي لأشتري به هدية لواحدة صاحبتي؟ ها؟ ماذا تقولين؟ ماذا يا عصام؟ أنا أعطيتك مصروفي قبل الآن، هل نسيت كلامك؟ أنا أخوك، حبيبك. هذا الكلام كان زمان، أما كنا نأخذ النقود ونصرفها في الحاجات التافهة، أما الآن الوضع تغير. هذه النقود أنا تعبت بها، أخذتها بعد ما كنست ومسحت وغسلت الصحون، يعني علقت بها، وعرفت أن أبي يتعب ويشقى حتى يوفرها لنا. ولو كنت تريدين النقود في حاجة مهمة تستفيدين بها قلت أعطيتها لك. أنا قلت لك إني سأشتري بها هدية لواحدة صاحبتي، أليست هذه حاجة مهمة؟ مهمة طبعا، لكن ممكن أن تشتري لها وردة أو تكتبي لها كلمة تهنئة. إذا ماذا سنعمل بمصروف هذا الشهر؟ ندخره طبعا. ألم تسمع المثل الذي يقول القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود؟ سبحان مغير الأحوال. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. صدق الله العظيم.